وأصنامها تتمادى سراعا بظلم الرعية، فكم طيف لكم وأدوها بقتل لنفس زكية، بقتل لنفس زكية. أبو لهب والتمادي، أبو لهب والتمادي، أبو جهل والعنجحية، فهذا ضلال قريش بهذه العقول الغوية، أرادت محمد عبدا لأصنامها الجاهلية، أرادت محمد عبدا لأصنامها الجاهلية، وكفر الرسول تسامى وأسقطت الوثنية، وأسقطت الوثنية. طغاة تمادت لتمحي القضية، فعاد طغى ناهب للبرية، طغاة للبرية، تمادت بها خلق نفح شقية، ولكن لنا أنفس تضحوية، تمادت بكل بها بها كل كف شقية، ولكن لنا أنفس تضحوية، لنا أنفس تضحوية. قريش طغاة البرية وأحكامها الهمجية، لهلا ترب كبير وأصبح قد الهوية، وأصنامها تتمادى سراعا بظلم الرعية، فكم طفلة أدواها، فكم طفلة وأدوها بقتل لنفس الزكية. أبو لهب و
والتمادي أبو جهل والعن جهية فهذا ضلال قريش بهذه العقول الغوية أرادت محمد عبدا لأصنامها الجاهلية وكفوا الرسول تماما وكفوا الرسول تسامت وأسقطت الوثنية تمادت لتمح القضية فعاد طغى ناهب للبرية تمادت بها كل كف شقية ولكن لها أنفس تضحوية طغاتي تمادت لتمح القضية فعاد طغى ناهب للبرية تمادت بها كل كف شقية ولكن لها أنفس تضحوية لها أنفس تضحوية قريش والتمادي قوانين جهولة وأحكام لتبتي على حكم القبيلة ولكن التحدي ميادين البطولة لقد ثارت قلوبي ثم عادت دليلة هل يرضى محمد كفري أحكاما هذه ثورة التقى فيها أصناما الله الشعب العالم تغدو أنعاما صوت الحق إن على لا يبقي ظلاما صوت الحق إن على لا يبقي قريش والتمادي قوانين جهولة وأحكام لتبقي على حكم القبيلة ولكن ميادين البطولة لقد جارت قلوبا فما عادت دليلا فما عادت دليلا قريش والتمادي قوانين جهولة قريش والتمادي قوانين جهولة وأحكام لتبقي على حكم القبيلة ولكن التحدي
ميادين البطولة لقد ثارت قلوبا فما عاد دليلا فليرضى محمد للكفر أحكاما ثورة التقى تهدي أصناما والله الشعوب لا تهدو أنعاما صوت الحق إن على لا يبقي ظلاما هل يرضى محمد للكفر أحكاما ثورة التقى لا تردي أصناما والله الشعوب لا لن تغدو أنعاما صوت الحق إن على لا يبقي غلاما قريشون قريشون قريش والتمادي قوانين جهولة قريش والتمادي قوانين جهولة وأحكام لتبقي على حكم القبيلة على حكم القبيلة ولكن التحدي ميادين البطولة لقد ثارت قلوبا فما عاد دليلا للكفر أحكاما قادي ثورة التقى فتردي أصناما والله الشعوب لا تغدو أنعاما صوت الحق إن على لا يبقي ظلاما صوت الحق إن على لا يبقي ظلاما أنت الرسالة تحيي العالم.